يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات. نعم. يقول: أخي في بريطانيا يعمل في إحدى الشركات التي لها اتصال وتعامل مع البنوك، وعمله على الحاسب وإدخال المعلومات في البرامج في هذه البنوك، هل يجوز عمله هذا؟ نعم، العملات الربوية لا يتعامل فيها ولا يقيدها ولا يدخلها في البرامج ما دامت ربوية، لأنه يتعاون معهم. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. الشاهد والكاتب لماذا لعنوا؟ لأنهم تعاونوا مع الآكل ومع المرابي، وما أكلوا الربا ولكنهم وثقوه وكتبوه وشهدوا عليه، فهم أعانوهم على ذلك. والأرزاق كثيرة، قل لأخيك يترك هذا العمل إلى عمل نزيه وعمل طيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم.